بات مشهد إقفال عدد كبير من فروع المصارف اللبنانية أمرا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية، وخصوصا في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. ويترافق هذا الإغلاق مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، مع العلم أن الحصول على وظيفة في مصرف كانت أمرا إيجابيا ومضمونا بالنسبة إلى اللبنانيين في السنوات السابقة. نحن تقريبا شي 1100 فرع، أكيد رح منصير تقريبا شي 800 وما دون، تسرح ما يقارب 2000 موظف. ولكن هون بدي أحكي بشفافية بعملية الصرف اللي صارت، لأنه صارت إجمالا خيارية. يعني إجا المصرف عرض على الموظف عدد، هيدا بشكل عام مش مطلق، هنالك مصارف تصرفت بشكل غير لائق أكيد يعني، وتدخلنا وقدرنا حطينا حد للأمور. وبما أن عملية التسريح هي عملية جماعية إجمالا، تؤكد وزارة العمل أنها حريصة على حصول كل الموظفين على حقوقهم، وتعتمد آلية للمراقبة والمحاسبة في حال المخالفة. كان دائما في تأكيد من وزارة العمل على وجوب تقيد كل مصرف يريد إنهاء عقود عدد من الأجراء أن يقوم بإبلاغ وزارة العمل ويقدم طلب تشاور لتدقيق في الأسباب التي تدفع المصرف إلى إنهاء عقود الأجراء. نحن بنطلب من كل الأجراء يلي عم بيتم إبلاغهم إنهاء عقود عملهم بدون ما يكون المصرف توجه لوزارة العمل لإبلاغها بهذا الموضوع، إنه يتقدموا بشكوى بالوزارة. نحن مندقق بهذا الطلب. كمان بنطلب منهم إنه يتوجهوا إلى القضاء ليتقدموا بدعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية ليحفظوا حقوقهم بهذا الإطار. وبحسب خبراء اقتصاديين، يشهد القطاع المصرفي إعادة هيكلة، فالأزمة الاقتصادية كان لها وقع كبير على هذا القطاع وقد غيرت وظائفه، وأدت إلى إقفال 40% من فروع 10 من أكبر المصارف في لبنان، كما قد تفضي إلى دمج أكثر من مصرف لاحقا. المصارف اليوم أصبحت بس آلات ساحبة، يعني ATM machines، ما بقى هي بتقوم بالغرض المطلوب منها والوظيفة اللي هي بتدخلها كمان الأموال اللي هو إقراض الاقتصاد إن كان الأفراد أما الشركات. بالتالي اليوم ما بقى عندها مردود المصارف، أصبحت اليوم بدها تحافظ على رأس مالها التشغيلي، ولتحافظ على رأس مالها التشغيلي بدها تخفف من مصاريف والأعباء. طبعا أي فروع زيادة بتكون هي مصاريف زيادة، إنما اليوم اللي عم بيدفع الثمن للأسف هو الموظف. ويتقاضى موظفو البنوك رواتبهم وتعويضاتهم بالليرة اللبنانية، في حين أن الليرة تفقدت حوالي 90% من قيمتها خلال الأزمة الراهنة. يبدو أن الانهيار سيستمر بملاحقة القطاع المصرفي في الأشهر المقبلة حسب خبراء اقتصاديين، ولن يتعافى هذا القطاع إلا من خلال استعادة مكانته السابقة، وهذا ما يتطلب استقرارا سياسيا بالدرجة الأولى. من بيروت رودين أبي خليل، الحرة.